السلام عليكم اخوان بخير، لاباس عليكم. اليوم غنديروا لكم واحد الفيديو ديال الروليات اللي الكترونيك. معكم الاخ رضوان، معلم ديال الثلاجات. بالنسبه للروليات الالكترونيك كاين فيهم هاد الجوج، هادو كاين هاد الماركه هادي الجديده الحديثه، ها هي، وهادي راه ستاندارد تقدر تركبها اي موتور، كاين خاصك تعرف كيفاش تركبها هادي. وعندك هادي هي الكترونيك، هادي الالكترونيك هي داخله فيها الالكترونيك. هاد الجوج ما كيتعبروش، والطريقه ديال العبار ديالهم كاين جوج طرق، هذا بعدا عندو جوج طرق، هذا عندو طريقه واحده. الطريقه باش تعبرو بالنسبه لهذا، تقدر تعبرو بوله، يعني بوله ديال الضوء، بوله وتخدم ب 220، ها هو ترد بالك لان غتخدم ب 220. غادي تشد مثلا، هذا عندنا الضوء هو هذا، غادي تشد مثلا الديبار ديالو اللي هي الان من كيدخل ليه الضوء، هي هادي، ها هي فين هي، ها هي في هاد الليسه هادي. غادي نبرونشيو فيها واحد الخيط ديال الضوء، وغادي نشدو الجهه الاخرى اللي هي هادي اللي هاد الفيش هذا اللي الراس ديالو هو هذا، هو هذا اللي كيبان هنا لتحت، ماشي طول، هو هذا، ها هو. غنديرو فيه خيط اخر، خيط، هاد الخيط اللي غنركبو ماشي ديال الضو، غير خيط باش غنعبرو باش نشوفو واش خدام. عندنا واحد البلادوز هي هادي، هاي فيها بولة غندرقوها على حساب باش مديرش لينا الضو. البريز ديالها هو هذا، ها هو. غادي نشدو واحد الخيط ديال الضو اللي جهة واحد ركب هنا، والاخرى يركب في البريز ديال لارونش، وغادي نتيستيو الرولي واش خدام بهاد الطريقة. درت الطريقة هي هادي، غندخلو الضو وغنديرو هاد الطريقة هادي، ورا كتشعل واحد شوية وكتطفى، صافي، هي الخدمة ديالو. حيد البريز، غيبانلك الضو هنا كيشعل، كيبانلك الضو هنا في هاد البلاصة كيشعل، لا راه غادي يدير سميتو. هو هدا باش غنتيستيو، هنا راه كاين 220، 220، سير هنا شتي شعل طفى راسو، هاي كيعني أن هاد الرولي خدام، مفيش مشكلة. هذه الطريقه باش تقلب هذا، ولكن ترد بالك لان 220 ما معاش لا، خصك تكون محترف تقريبا. وهاد بالنسبه لهذا، هذا ما يمكنش تقلبوا بهذه الطريقه، لانه هو نصو عادي ونصو الكترونيك، نصو حراري ونصو الكترونيك، نصو فيه اعداسه بحال هذه والنص ديالو الكترونيك في ترانزستور. الحل باش اشنو الفرق ما بين هاد القدام، هاد الجداد وهاد القدام؟ الفرق مثلا هذا ديال الدونفوس كاين خوه، ها هو فين هو، تشوفو تقول هو، ولكن كاين واحد الفرق. الفرق فين كاين؟ الفرق كاين لداخل، هذا الالكترونيك ترانزستور، هذا عادي، هذا حراري، هذا عادي، الا عبرتي بالميتريكس كيعتبر، هذا ما يعتبرش لك. غندير واحد تيس دابا، نديرو دابا واحد سميتو ميتريكس على وضع صفاره، ونتاكدو. ها هي، هذا القديم العادي الحراري، هو هنا غيعطينا صفار، متفقين؟ هذا ما غيتحركش كاع، بحال ما كاينش، بحال راه خاسر، هو راه ماشي خاسر، ها هو فين هو، ما كيعطيك حتى حاجه والو. كذلك هذا في الميتريكس ما يعطيك والو، ها هو فين هو، ما يعطيك حتى حاجه. الا بغيتي تجربو، بغيتي تجرب طريقه اخرى الثانيه، هي تجربو في الكومبريسور. اما عندك كومبريسور خدام اكد منه تركبهم فيه، اما في الكومبريسور ديالو اللي كان راكب فيه وشكيتي في الرولي خاسر، نخدم بالرولي. مثلا هذا موتورو هو هذا، غنركبوه في بلاصتو وغنتيستيو بالضو، غادي نخدموه بالضو، خدموه بالضو. فيش هنا، ها هو فين كاين كيركب، فيش في الرولي هنا، وفيش في الان بلاصه ديال الضو كيدخل لهاد الجوج هادو هنا. غندخلو ليه الضو، خصو يديماري ليا، خصو يديماري ليا الموتور. باش غنعرفو ديماري، غنخدمو ميتريكس امبير. دابا الميتريكس اليوم راه تبدلات عليكم،
ولي عندكم ماتريكس امبير، ندخلوا واحد الخيط تما وضروري يكون عندنا لاماس، ليكون الموتور فيه شي مشكله، في لاماس ولا شي حاجه ما يضربكش الضوء. متفقين؟ عندنا خيط لاخر، خيط لاخر عندنا دابا جوج بريزات، ها البريزه ها واحد ها واحد، واحد غيدخل هنا ما هو، واحد غادي يدخل في الكليكسون في الكومة ديال الموتور بهذا الشكل هذا، باش نسيو حنا الموتور مأكدين منه خدام. من بعد غنديرو درس اخر كيفاش تقلب الموتور وكيفاش تركب الرولي في الموتور، هاد الدرس ديال الرولي كيفاش تقلبو. ديمار دير الضو، تحول بعدا الميتريكس من وضع الصفارة الى وضع لومبير، هو هذا هو فين هو هنا الفوق وفين هو 40 امبير، غنشوفو هنا القراءة اش غدير. دير الضو، ديمار الموتور، هو عطانا القراءة 0 فاصلة ما كاينش 1 امبير، 0 فاصلة 43 امبير، وصلت 1 امبير، يعني الرولي مزيان، الموتور هو مديماري. في حالة مثلا الموتور لا مصدر لا صوت لا والو، ما عرفش انا واش من الموتور ولا من الرولي، غادي ندير واحد الطريقة، الطريقة هي غيكونو عندي غنجي لبلاصة الكونداساتور، حيت هاد الرولي فين كتركب فيه الكونداساتور، بلاصة الكونداساتور هي هادي، هاهي فين هي بلاصة الكونداساتور، واحد جوج فيشات هنايا هاهما فوق ديال الرولي، جوج فيشات فوق ديال الرولي اللي هما هذا ها هو فين هو، وهذا ها هادو ديال الكونداساتور، كتركب فيهم الكونداساتور هي هادي، هاهي تكون فيها 4 ميكرو فاراد و 220 400 فولت. في حالة الى الرولي مثلا ما عرفتش كيف، ما عرفتش واش الرولي واش الموتور، كندير واحد الخيط، ندير واحد الخيط، كندير واحد الخيط في حيد الكونداساتور، وندير واحد جوج خيوط في بلايصه، واحد هنا وواحد هنا بلاص كونداساتور، هما هادو هما هما فين هما، هادي هاد جوج خيوط جايين من بلاصه الكونداساتور، هادو راه فيهم 220. دابا غنديماريو، ديماري حيت هاد الروليات هادو الا ديماريتي وحيدتي البريز راه ما كيعاودش يديماري، الا عاودتيه في البلاصه دير الضو، حنا غنعاودوه باش يسكت ما يديماريش، ونوريكم كيفاش نديماري. سير عاود رد الضو، لا بلاتي فيه وقف، رد الضو، دابا غيدخل ليه الضو وما غيديماريش، هو عطانا لومبير هنا 3 امبير فاصلة 43 حيد الضو. دابا الا كان عندنا مثلا الرولي كيدير بهذا المشكل وبغيت نسيي الرولي، كندير هاد الطريقه، نخرج جوج فيشات من بلاصه الكونداساتور، ندير الضو، ديماري بهذا الشكل بحال هكا، هاي ديماري بهذا الشكل هنا، هاي ديماري ونحيد. دابا هنا الا ديماري ليا الموتور بهذه الطريقه كاين ان الرولي راه ما خدامش، الا تاكدت من الموتور مديماري صافي الرولي راه ما خدامش، ما ديماراش هي راه ما خدامش. هذا هو الدرس ديال سميتو، وكذلك هذا الرولي هذا اللي دوينا عليه، كذلك الرولي الاخر الالكترونيك اللي قلبنا في الاول، حتى هو نفس الديكور، حتى هو عنده بلاصه الكونداساتور اللي هي هذه، ها هي هذه بلاصه كونداساتور، كونداساتور كتركب هنا وفيش مع هذا هنا وهنا، لي حالتي الا ما بغاش يديماري ليا مثلا وبغيت نقلب بخيط بلا ما نقلب سميتو، تركب بهذا الشكل هذا بلاصه الكونداساتور اللي هما عندي جوج خيوط هما هادو، وندير نفس الفكره اللي درتها في الاول في الموتور الاول، هادو ديال الضوء هادو اللي غيدخلوا لي الضوء للموتور، ها هما غيدخلوا لي الضوء للموتور، وغنعاودو نركبوه وغنديماريو. هذا حيت غيديماري، حيت هاد الرولي هذا خدام غيديماري لينا. سير دابا ديمارا، هاي الضوء عاود رد، دابا هنا نبغى شي ديماري كندير ليه كي ديماري، دابا هو ديمارا، الا ما لا ديمارا الموتور ملي كنركب الرولي ما يديماريش كيعني ان الرولي خاسر، هاد الرولي عندي مزيان انا دابا،
الحل اللي غنوريكم اخر هو هذا الرولي اش كاين فيه لداخل. هذا الكترونيك بالكامل، هذا رولي الكترونيك بالكامل، كامل الكترونيك. غنحلوه ونشوفوا شنو فيه لداخل، شوفوا شنو فيه لداخل. حيدوا بدل الكليكسون، نحلوا الرولي نشوفوا شنو فيه. وبنادم ديما يخدم دماغه، ديما حاجه اللي ما فهمتهاش نشريها فرتكها نعبر، واحسن حرفيه تعلم تعبر مزيان، تعرف تعرف الميتريكس، تعرف كيفاش تعبر. الرولي هو هذا اش فيه لداخل، شتي ها هو شنو فيه. واحد الشريحه الكترونيك ها هي غنجبدوها، ها هو شتي، ها هو ترانزستور اللي دويت عليها، ها هي هذا هو اللي ما كي ما عندك ما تصوفي. وهذا الرولي الاخر هو اللي نص نص، يعني نص حراري ونص الكترونيك، هو هذا. غنحلوه ونشوفوا اشنو فيه لداخل، نحلوه شوفوا اشنو فيه لداخل. تاهو غنلقاو فيه ترانزستور، نفس الفكره، ترانزستور وقرص حراري جوج. هذه شريحه، ها الترانزستور شتيها، ها هي، وقرص قرص حراري، و قرص حراري ها هو الداخل، ها هو الداخل، ها هو هذا، هو هذا. غنجبدوه باش تشوفوا، هو هذا. ولا جبدتو شي نهار شي واحد بحال هذا وتهرس بهذا الشكل، راه ما كيبقاش خدام. الا تهرس لك كتي تجبد فيه، ولا بغيتي تبدلو مثلا شي نهار تزيرتي وبغيتي تحولو من رولي لرولي، راه ما غاديش يبقى خدام. الا تهرس، الا تهرس لك هذا القرص راه ما يبقاش خدام. هذا هو شتي، حنا دابا خسرنا واحد الرولي باش تعرف انت كيفاش. وهذه هي الشريحه اللي كتعبر في الروليات الحراريين اللي هي هذه. نردو هذا على وضع صفاره، ها هو الميتريكس، ها هي. حنا غتعطينا ولا كانت مشرومه مهرسه بحال هذه دابا اللي طرا ليا هنا، وعاودتي ركبتها كتفرقع، كيفرقع الضوء. والسلام عليكم ورحمه الله. الى فيديو الثاني ان شاء الله غنشرح لكم كيفاش يركب وكيفاش تعبر الكومبريسور، كيفاش تركب الروليات في الموتور وكيفاش تعبر الكومبريسور ان شاء الله. السلام عليكم.